أطراف اصطناعية، ذكاء اصطناعي، بس لسان اصطناعي؟ هاي أول مرة أسمع بهيج شي. تخيلوا هذا اللسان يقدر أن يميز نسبة المي الموجودة بالحليب، ويقدر أن يحدد صلاحية الحليب إذا رح يفسد بعد فترة بسيطة لو طويلة. ومو بس هيج، هذا اللسان يقدر حتى أن يحدد جودة عصير البرتقال إذا كان طازج بعده لو بي بداية تعفن. جينا والله جينا. هالاختراع كشف عنه فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا، وقالوا قدرنا أنه نسوي لسان اصطناعي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ونقدر نستفاد منه بتحديد المكونات الموجودة بالأكل. وهالشي يصير بالذكاء الاصطناعي اللي تم برمجته ليحاكي الطريقة اللي يستخدمها اللسان والأنف والدماغ عند الإنسان بتحديد طعم الأشياء، الشيء اللي خلى اللسان الاصطناعي يتفوق على اللسان البشري، مو بس بتحديد الطعم وإنما حتى بالكشف عن المكونات حتى إذا كانوا حاطين نسبة قليلة منها. يعني إذا أحد يسوي أكل طيب أو وصفة خاصة به مثل دجاج كنتاكي أو بيبسي وغيرها من الشركات اللي ما تعطي سر الوصفة، راح يفضح اللسان الاصطناعي ويحدد كل المكونات الداخلة بصناعة الأكل الخاص بهم. وين تتوقعون راح يوصل الذكاء الاصطناعي؟